فلا استبعد ان ينقلب عليه الضباط الوطنيين بانه ليس من حقنا ان نسرق من الشعب هذه الثوره. فلا استبعد اشكال من المقاومه، لكنها لن تكون مقاومه بالمعنى الذي يؤدي الى تفكك السودان كما حدث لدول في الجوار وفي العالم. طال الزمن عم قصر، لا يمكن لانقلاب عسكري أن يستمر في السودان. أنا أعتقد أن السؤال أنه ثم ماذا بعد حل المجالس وكذا، هل يستطيع البرهان أن يحكم مثل هذا الشعب الموار بالثورة وبالكرامة وبالإحساس بالحرية ورفض الضيم، يستطيع أن يعني يحكم بعد أن تنسم عبير الحرية ورأى أهدافه في نهاية الأفق؟ الشعوب تتوق إلى الحرية. من يعمل على وقف أو نزع أو أخذ الحرية من الشعوب سيخلد مشكلة، وهذه المشكلة قد تتفاقم وتصير ثورة مدنية، قد تصير صراع يعني عسكري زي ما موجود في الدول اللي حولنا.